تتميز دولة الكويت بمختلف الرياضات والأنشطة المائية التي يمكن ممارستها من ركوب القوارب السريعة وركوب الأمواج بالألواح الشراعية وركوب الدراجات المائية والتزلج على الماء وركوب اليخوت والغوص. قيادة الدراجات المائية من الرياضات التي دأب الشباب الكويتي على ممارستها بشكل خاص، لما في ذلك من متعة وتشويق وقضاء وقت جميل بمصاحبة الأهل والأصدقاء. إقبال الشباب الكويتي على هذه الرياضة بقوة في الكويت جعله يشارك في العديد من المسابقات والبطولات المحلية والعربية والدولية، حقق خلالها هؤلاء الشباب مراتب متميزة في هذه الرياضة.